السلام عليكم. قضية الأولى على الأرجح هي أن يكف العالم عن تقسيم ذاته بين مركز وهامش وسائد ومتنحي. قضية الأولى هي رفض العنصرية بكل أشكالها. بهذه الكلمات كانت بثينة العيسى تندد بالعنصرية باعتبارها المدخل الشرير لسحق اعتبار الإنسان وكيانه الكريم. تقول المرويات التاريخية إن العنصرية السياسية وجدت لها موضع قدم في اليمن منذ اللحظة الأولى لتكريس الحكم الإمامي في القرون الأولى، لكنها كظاهرة سياسية حديثة برزت إلى السطح منذ الانقلاب والاجتياح. الحوارات والمشاورات والمفاوضات كشفت إلى حد بعيد المضامين السياسية والفكرية العنصرية للميليشيا التي حالت دون إنجاز مسار سياسي في اليمن يجتنب ولو الحد الأدنى من المأساة الراهنة. المساء اليمني يفتح ملف فشل الجهود السياسية مع تحالف الانقلاب وعلاقة العنصرية بذلك من خلال المحاور والتساؤلات التالية: لماذا اعتمدت الجماعات العنصرية على السلاح حتى تصل للسلطة؟ هل تستجيب هكذا جماعات للحلول السياسية المستدامة؟ لماذا نشهد كل هذا التدليل الخارجي إن صح التعبير لهذه الجماعات العنصرية؟ هل ترى هذه الجماعات الدولة من منظور آخر بخلاف اعتبارها مشروع غنيمة وميراثا خاصا لها؟ هل تتنازل هذه الجماعات العنصرية عن امتيازاتها التي اكتسبتها خلال الحرب لصالح الحلول السياسية؟ وأخيرا وليس آخرا، ما علاقة كل ما سبق بميراث الاستبداد السياسي والاجتماعي؟ سنناقش كل ذلك مع ضيوفنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي عبر السكايب مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج عبر السكايب من تونس ينضم لنا. أهلا بك دكتور. مساء الخير. أهلا وسهلا. إذن دكتور، نتابع وإياكم والسادة المشاهدين هذا التقرير ثم نعود للبدء بالنقاش. لماذا تفشل المشاورات السياسية مع الجماعات العنصرية؟ السؤال الحاضر أكثر من حضور الحلول السياسية منذ المشاورات مع الجماعة الإمامية بعد ثورة سبتمبر إلى الحوار والمشاورات واللقاءات مع ذات الجماعة بعد ثورة فبراير. تقول أحداث التاريخ إن طبيعة الجماعات العنصرية والعائلية وتكوينها الفكري ونظرية الحق الإلهي المزعوم القائمة على ما تعتقد أنه استحقاق عنصري وامتيازات خاصة بفئة دون غيرها أبرز معضلة في طريق المشاورات مع تلك الكيانات التي تبوء بالانسداد والفشل، بل تمثل إعاقة في طريق التحولات نحو الدولة والسلام الدائم. طريقة اعتماد الجماعات العنصرية على السلاح كأساس للوصول إلى السلطة، وكذا الحرب التي تنتج طبقة عنصرية لها امتيازات خاصة وترفض التخلي عنها، من أبرز المدخلات التي تؤدي إلى فشل المشاورات والحلول المستدامة. اليوم وبعد سنوات من فشل المشاورات بما يفوق كل التصورات التي كان يحملها اليمنيون لمآلات أزماتهم السياسية والاجتماعية المزمنة، أفرز هذا الفشل وهذا الاجتياح العنصري للدولة وعيا مناهضا للعنصرية رغم ظهوره المفاجئ في سردية حزينة لجمهورية أسقطتها ميليشيا الحوثي والمخلوع. ميثاق الأمم المتحدة الراعية للمشاورات السياسية في اليمن يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر. رغم ذلك تتغافل الأمم المتحدة الراعية للمشاورات اليمنية عن الخلفية الفكرية العنصرية لميليشيا الانقلاب التي تدعو باستمرار إلى محادثات ثنائية مع الحكومة الشرعية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي الدكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء وبكل الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. أبدأ معك دكتور معن، إذا ما بدأنا بسؤال عريض: لماذا عادة تفشل المشاورات السياسية مع الكيانات ذات النزعة العنصرية؟ طبعا المفاوضات السياسية تعتمد على أشياء كثيرة، ليس فقط طبيعة الكيانات عنصرية أو غير عنصرية. أنا في البداية أحب أن أعلق على التقرير الذي قدم في برنامجكم، لأنه إسقاط يعني جزئية محددة تنتمي للتاريخ السياسي المعاصر على كل التاريخ السياسي والاجتماعي في المنطقة وفي العالم، يعني يعبر عن هموم اللحظة الراهنة وليس على تناول حقيقي للتطور التاريخي في المجتمع العربي والإسلامي.
المسألة في اليمن تتعلق في الواقع بهيمنات منطقة قبلية وجغرافية كانت تستند بادعاءات طبعا تنتمي للموروث الإسلامي الشيعي في اليمن الحالة الزيدية حول حصر الولاية وحصر الحكم في عائلة أو في البطنين في آل البيت في الهاشميين في العلويين، وهي مشكلة دارجة في أغلب 4 جهات العالم الإسلامي. هذه الادعاءات كانت لا تنفك تتواصل، ورأينا مهدي يزعم أنه مهدي الموحدين، مهدي الأدارسة، مهدي المغرب الإسلامي على الأقل، وفي كل جهات كان كل داعي للسلطة كان يزعم نسبا مقدسا، وكان ينتمي أو كان يزعم الانتماء للأسرة الهاشمية لأحد أسره. والإشكال أن الفقه الإسلامي الذي في أغلبه مع التاريخ الإسلامي مع السيرة النبوية كتب أساسا في فترة الدولة العباسية، وكان يعبر عن ميزان القوى في تلك المرحلة. العباسيين أضفوا على العباس وعلى سلالته وعلى الهاشميين صفات وادعاء تاريخ يتجاوز في الواقع حقيقة الأمور. وطبيعة المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي في مستوى التطور في ذلك الزمان كان يجعل الانتماءات القبلية والعائلية أمر أساسي في البنية السياسية. هذا الأمر طبعا تغير بعد مئات القرون مع التطور الاجتماعي، لأن هذا الأمر كان تعرف حتى أوروبا بطريقة أو بأخرى. أعود إلى موضوع المفاوضات مع الجماعات العنصرية. العنصرية نعم. المسألة تتعلق بميزان القوى. نحن شاهدنا حركات كانت تدعي تميزا عرقيا وسلاليا وطائفيا، مثل ما شاهدنا في الحرب الأهلية اللبنانية بادعاء بالأساس الجماعات المارونية للتميز، وباعتبارها متحضرة مقارنة ببقية فئات وطوائف الشعب اللبناني. ولكن بانكسارها في الحرب، في الواقع الانكسار الذي بدأ منذ البداية مع صعود الحركة الوطنية اللبنانية ومع مشاركة الثورة الفلسطينية، كان كسر النظام الطائفي في لبنان كله أصبح واردا لولا التدخل السوري أساسا والتدخل الدولي الذي أراد أن يحافظ على بقاء التركيبة الطائفية. في الواقع الغرب لا يذلل مثل هذه الحركات ولكن يستخدمها. عندما غزت الولايات طيب لماذا المتحدة الأمريكية يستخدمها؟ العراق، سأتي لك، عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق لم يكن الهدف يعني القضاء على نظام صدام حسين أو استبدال الأنظمة المنطقة بأنظمة عميلة، لأن أغلب الحكام العرب في الواقع هم عملاء بهذا القدر أو ذاك للغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وهم خاضعون بهذا القدر أو ذاك. فقط عندما يأتي المطلوب رأسهم أو سلطتهم يظهرون شعارات الممانعة وادعاءات المقاومة. الهدف الأساسي لأمريكا من الغزو لم يكن استبدال نظام أو تغيير حاكم، في الواقع كان تقويض البنية السياسية في المنطقة واستبدال الكيانات، مهما كانت الملاحظات التاريخية عليها، استبدال الكيانات الوطنية بأنظمة تعتمد على الفرز العشائري والطائفي والجهوي. هذا الأمر يخدم من ناحية المشروع الغربي ويخدم المشروع الإمبريالي الأمريكي، ويخدم أساسا أداة المشروع الإمبريالي والمشروع الرأسمالي في المنطقة التي هي إسرائيل، والتي كانت تراهن منذ البداية على أن العرب لا يستطيعون أن يتجاوزون التركيبة الطائفية والقبلية وأنهم ليسوا شعبا. وهذا حاضر في الواقع حتى في الدراسات الأنثروبولوجية والمقاربات السياسية للمدرسة الرئيسية في الغرب والأكاديمية الغربية، يتم تطبيق مفاهيم مختلفة في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي والعالم الثالث، وكأننا لسنا شعوب ننقسم إلى طبقات وإلى فئات اجتماعية، والصراع السياسي المفروض أن يتم على أساس المواطنة المتساوية وعلى أساس البرامج السياسية، يأتي بتكريس أبدية الانتماء الطائفي والانتماء العشائري، وكأننا استثناء عن هذا العالم.
وهذا في الواقع لا يعكس حقيقة الأمور. نحن مجتمعات مهما كانت تعاني من شروط التخلف الاجتماعي، إلا أننا مجتمعات حضارية وتمتلك إرث حضاري عظيم واستثنائي في الواقع. مهما دخلنا في مرحلة انحطاط حضاري، هذا أمر يحدث في كل الحضارات وفي كل الشعوب. تكريس هذه البنية الطائفية نعم دكتور. وهذا الفرز الطائفي والعشائري في الواقع يخدم، وإن كان يستند إلى طبيعة تركيبة المجتمع وإلى طبيعة علاقة هذا المجتمع بالذات بالمركز الإمبريالي والمركز الاستعماري ومركز النظام العالمي، لكنه بالأساس يخدم المشاريع تفتيت المنطقة. طيب دكتور بالنسبة الغرب لليمن، لا نعم يمكن أن يقبل لهذه المنطقة أن تتطور وأن تتوحد، والأداة الأساسية هي إعادة فرز الشعوب على أساس قبلي وعشائري وسلالي وطائفي، وهذا ما يحدث بوتيرة بعد الحدث العراقي المزلزل باحتلال العراق وسقوط بغداد في إبريل 2003. طيب دكتور، يعني بالنسبة لليمن الآن هناك أساس فكري وكذلك اجتماعي محرك للكيانات يعني التي تتخذ فكرا عنصريا بداخل اليمن وتعمل بشكل أو بآخر، ممكن أن تكون أن يعني تصنف أنها تعمل سياسيا. هل لهذا التكوين أو الأساس الفكري والاجتماعي مؤثر في طريقة تعاملها مع الملفات السياسية في المشاورات في غيرها؟ في الحالة اليمنية في الواقع، إن كنت المشهد تندرج ضمن المشهد العام وهي محاولة الثورة الإيرانية والنظام الفارسي صنع أدوات طائفية يستخدمها لحماية نفسه وللتوسع ولفرض هيمنته على المنطقة من خلال زيف الحديد باسم القضية الفلسطينية كما وضح الإمام الخميني في استراتيجيته، ومن خلال تحويل الأقليات الطائفية وخصوصا الأقليات الاثنا عشرية والشيعية إلى أداة في هذا المشروع في التوسع وفي الهيمنة، في محاولة لاستعادة وهم إمبراطوري قديم. لكن الخصوصية اليمنية أن لدينا العديد من الأسر التي كانت في فترات تاريخية وفي سياقات تاريخية معينة كانت في الحكم، وطبعا كان هذا الحكم بادعاءات دينية وادعاءات كهنوتية وادعاءات الأفضلية وأحقية الولاية. هناك إرث كبير قد يبدو ضعيفا في المجتمع لكنه جزء من تكوين مصالح كانت تتعلق بملكية الأراضي، كانت تتعلق باحتكار التعليم، وكانت تتعلق باحتكار الوظيفة في الدولة وخصوصا وظيفة القضاء والتعليم. هذه الأسر التي كانت قد سقط مشروعها وسقطت شرعيتها مع حركة التحرر الوطني وحركة المد التحرر الذي شهدتها اليمن والمنطقة والعالم، مع تعثر مشروع الدولة الوطنية ومع صعود قوى يعني يمكن وصفها بالقوى اللصوصية من ضمن أجهزة القمع والجيش وسيطرتها على جهاز الدولة وإفراغ الجمهورية من مضمونها. طبعا ضمن الصراع الدولي لقت هذه الأدوات الإجرامية لقت التشجيع والدعم. نتيجة هذا التدمير لمشروع الدولة نعم وللدولة الوطنية والجمهورية استعادت هذه الفئات أوهامها وطموحاتها وما تعتقده حقا شرعيا في السلطة، وهي في الواقع عدد كبير من الأسر التي من ناحية تمتلك المال وتمتلك تقاليد الحكم، ومن ناحية لديها العلاقات الخارجية وطرد جزء من نخبها مع ثورة 26 سبتمبر نعم دكتور. مكنها من الاندماج ضمن النخب الإقليمية في الخليج وإقامة صلات مع النخب الدولية في بريطانيا خصوصا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. جهاز ضخم يستند إلى أوهام ولكن أساسا يستند إلى مصالح في السلطة ورغبة عارمة لمن كان يعني فئة طفيلية تنتصب الشعب للعودة إلى مركز الهيمنة. وطبعا هذا كله مستحيل من دون الاستناد إلى ثقافة وإلى ادعاءات دينية وإلى ادعاءات طيب مذهبية. للأسف الشديد أن تراثنا، سامحني لو أزيد جملة، تراثنا يحتوي على الكثير من الخرافات ويحتوي على كثير من الأوهام التي تأصلت والتي أصبحت بالنسبة لعديد الفئات الاجتماعية جزء من العقيدة ومن الهوية.
وبالتالي المنطقة واليمن بحاجة، إضافة إلى الثورة السياسية والتطور الاجتماعي، بحاجة إلى معالجة ومراجعة للموروث الديني والفقهي، وإحداث ما يمكن أن يكون إصلاح ديني عرفته الأمم العظيمة في العالم باستثناء العرب والمسلمين. طيب، يعني ينضم إلينا الآن دكتور معن الكاتب والباحث ثابت الأحمدي للمزيد من توسيع النقاش. أهلا بك أستاذ ثابت، تنضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا وسهلا بك أستاذ ثابت، أنت كاتب باحث كذلك، أريد يعني خلفية تاريخية لعملية يعني للعنصرية السياسية في اليمن بشكل مختصر، وهل كانت هذه العنصرية السياسية عائقا للتحول نحو الدولة الوطنية؟ مرحبا بك. في البداية أود أن ألفت عنايتك وعناية المشاهدين الكرام إلى أنه ليس هناك طائفية أو عنصرية في اليمن بمعناها المتعارف عليه، هناك تطييف وهناك تعنصر من طرف واحد يريد أن يفرضه على الشعب، فيما الشعب راتب لهذه الفكرة ولهذه الثقافة منذ ما يزيد عن 1000 عام. الصراع دائر ويعني ومعترك لمواجهة هذا التطييف، هذا التعنصر الذي تريد أن تفرضه هذه الجماعة منذ ما يزيد عن 1000 عام كما ذكرت، ولا مجال في الواقع على فكرة لهذه الثقافة، لا في التاريخ اليمني القديم ولا في التاريخ الحديث. والشعب رافض كل الرفض لهذه الفكرة التي يلفظها مرة بعد مرة، رغم أن هذه الجماعة تسعى بقوة يعني لفرضها بالقوة. نعم. طيب، بالنسبة لهذه الممارسة من قبل أحد الأطراف كما تقول، كيف أثرت وكانت عائقا للتحول نحو الدولة الوطنية بشكل مختصر؟ هذه الجماعة جاءت ومعها مزعوم حقا إلهي، فعلى حين غرة من الارتكاز الحضاري والتراجع الحضاري للشعب اليمني، فاستخدمت سلطات الدولة واستخدمت إمكانيات الشعب وأيضا عنصر أو مسألة التجهيل، هذه مسألة مهمة تعتمد عليها هذه الجماعة من أجل تنوير مشاريعها وتنوير ثقافاتها وفكرها الدخيل. هي تسعى إلى البدونة، إلى التجهيل، إلى إغراق القبائل بالذات على وجه التحديد في عتمة الجهل، لكي تستطيع تمرير هذه الثقافة. ولا يمكن أن تعيش مطلقا في البلاد أو في المحافظات أو في المناطق المتقدمة أو التي حصلت على قدر معين يعني من التعليم. لاحظ أماكن انتشارها اليوم بين قبائل أو بين اتحادات قبائلية، الجهل فيها مخيم. أما في المدن، في الأماكن الحضارية، لا وجود لها مطلقا، وإنما تعتمد على المرتزقة بدرجة رئيسية في هذه المناطق. طيب، كيف سمح أستاذ ثابت، كيف سمح المجتمع اليمني لهذه الجماعة بالبقاء لهذه اللحظة؟ يا عزيزي، المجتمع اليمني لم يسمح مطلقا، يعني منذ مجيء الإمام الهادي إلى اليوم أتحدى أي باحث أو مؤرخ يقول لي لم تمضي سنة واحدة بدون معارك. بعض المؤرخين رصد الإمام الهادي 30 معركة فيما بين يعني فترة حكمه ما بين 184 إلى 298، أكثر من 30 معركة مع اليمنيين. يذكر المؤرخون أيضا أن للإمام المهدي محمد المهدي أحمد الملقب بصاحب المواهب 40 غزوة على بلاد المشرق التي هي القبائل التي هي البيضاء ويافع. كل إمام له عشرات الوقائع الحربية، عشرات المعارك، والشعب اليمني على مر الزمن يواجه ويصارع. لم تستقر، ليس هناك سنة واحدة على الإطلاق خلت المعارك أو غزوات، وإلى اليوم ليس هناك جيل واحد أيضا يعني لم يدفع الثمن. يعني سلسلة واحدة من جيلنا اليوم، من لحظتنا هذه إلى ما قبل 1000 عام، وكل الأجيال دفعت الثمن واعتركت وخاضت حروبا أبدية وتاريخية مع هذه الجماعة. طيب، يعني بالانطلاق من ما ذكرته كخلفية تاريخية وفيما يتعلق بفشل المشاورات وكذلك الحوارات السياسية مع تحالف الانقلاب، هل كان لهذه الأفكار التي تبنى عليها هذه الجماعات العنصرية دور في إفشال هذه المشاورات السياسية من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، هذه يعني المشاورات أو الاتفاقيات تفضي إلى خلق دولة أو شبه دولة يعني مستقرة أو شبه مستقر أو شبه مستقرة على الأقل. وهذه الجماعة لا يمكن أن تنشأ وتترعرع
وتثبت وجودها إلا في ظل لا دولة، في ظل الفوضى، في ظل العشوائية. هي تخرج في الغالب لتقويض الدولة ولخلق الفوضى والبلبلة وللإمساك بالدولة، فإن استطاعت أن تحكم أو بالأصح تتحكم فبها ونعمة، وإن لم فهي تسعى إلى خلق الفوضى. لا يمكن لهذه الجماعة مطلقا أبدا أن تستقر في ظل وجود دولة، لأنها ليست نظامية، ليست قانونية، جماعة استعلائية عنصرية متوحشة تقتل في سبيل وصولها إلى التحكم. ولذا هي تسعى إلى يعني إلى زعزعة أركان الدولة. ما أصلا اليوم لا نستطيع أن نقول أنه تبقى دولة، هناك مجتمع اليوم يعاني ومجتمع متخلخل ويعني وحصل تقويض للاجتماع على يعني يعني على امتداد جغرافية اليمن. طيب يعني بهذه يعني بلفت النظر إلى هذه النزعة التي يبدو أن الجماعات العنصرية تذهب إليها، مستقبل الحلول السياسية المستدامة في اليمن من وجهة نظرك، هل يمكن الوصول إلى هكذا نوع من الحلول السياسية التي تضمن أمد بعيد من عدم الصراع عند التعامل مع هكذا جماعات عنصرية؟ يا عزيزي، هناك مقولة لهتلر يقول إن قمع الجماعات العنصرية يجب أن يكون متتاليا وسريعا وفعالا، أما إذا تلا عملية القمع حالة من التسامح فإنها سرعان ما تستعيد قوتها وتعود من جديد. أثبتت الوقائع أنها أن السياسة معها لا تنفع، ونحن مجربون أصلا على الأقل في السنوات الأخيرة مع هذه الجماعة. هذه الجماعة كما أنها لا تؤمن إلا بالعنف فلا يهدها إلا العنف، وتاريخيا هي تنتفش وتخرج من صعدة وصنعاء وذمار وما حولها ولا يردها إلا العنف، تتحول وتتقوقع في صعدة يعني مرات يعني سنوات عديدة ثم تعود وهكذا عبر الزمن. ما حصل اليوم مثلا في 2014 ليس أول مرة ولن يكون ربما الأخير، يعني سبق هذا الخروج مئات الخروجات التاريخية، بعضهم يعني حصره ب 360 خروجا دمرت فيها مدن وقلاع ويعني وآثار وحضارة وتاريخ. المدرسة العامرية في رداء نموذجا، قصر غمدان في صنعاء نموذج آخر، المدارس في تهامة وزليق قضوا عليها بالصورة النهائية. هذه الجماعات الجراد أتت على كل شيء، لا ينفع معها إلا العنف ولا سبيل غير ذلك للتعامل معها، لا تردعها إلا القوة. أما الحلول السياسية فهي فاشلة، وهذا معتقدنا، ولا يمكن أن يكرروا فينا اليوم ما يعني ما قرروا على آبائنا بالأمس. إذن أشكرك الكاتب والواحد ثابت الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لتواجدك معنا في اليوم. أعود إلى الدكتور معن دماج. دكتور معن، الأستاذ ثابت تطرق إلى موضوع العنف الآن، من الملاحظ أن هذه الجماعات أو الكيانات العنصرية تفشل في العمل السياسي، تتجه نحو العمل المسلح لمواجهة أو لتحقيق مآربها، لماذا هذه النزعة برأيك؟ والله العنف في الحالة اليمنية، في الحالة الحوثية، أنا أعيده إلى طبقة اجتماعية وإلى فئات اجتماعية وإلى أسر متنفذة. الأساس المادي لهيمنتها على المجتمع اليمني وهو أساساً ملك الأرض واحتكار الوظيفة العامة والوظيفة القضاء وخصوصاً التعليم، بحيث أنها كانت تقريبا فئة المتعلمين الوحيدة بينما يغرق الشعب اليمني في الجهل وفي الفقر وفي الجوع. هذا الأساس المادي مع إنجازات ثورة 26 سبتمبر وإنجازات ثورة 14 أكتوبر وصعود مئات الآلاف من اليمنيين في سلم الوظيفة العامة، في دخولهم الجيش وصعودهم عبر العمل العسكري، في التعليم، في آفاق التجارة التي انفتحت وكونت رساميل من خارج هذه الفئات، هذا جعل إحساسها بأن الأساس المادي لنفوذها يتأكل كل يوم، وهذا يفسر العدوانية والعنف المفرط لأنها تحاول أن تستعيد عالما لم يعد موجودا. كل هذه الضرابة وكل هذا العنف الذي اتحد فيه مستويين، من ناحية ذهاب الأساس المادي لهذه الفئات الطفيلية في المجتمع، الطفيلية على الأقل بمعايير اليوم وبحسابات الحياة المعاصرة، والمجموعات الإجرامية المتنفذة التي استولت على قيادة الجيش اليمني منذ 5 نوفمبر وخصوصا منذ صعود علي عبد الله صالح في 78. هذا التحالف
يعني يعتمد من ناحية على الدولة وعلى الإيثار بالوظيفة العامة وعلى احتكار أدوات القوة، وهذا التحالف وجد نفسه أمام عالم متغير. الكثافة السكانية في اليمن تبدلت، موازين الانتقال السكاني في اليمن تبدلت، دخول الثقافة الجديدة، لم تعد قطاعات واسعة من الشعب اليمني تقبل الفرز على أساس المنبت وعلى أساس الخلفية الاجتماعية، وأصبحت رغم كل الخيبات ورغم فشل الدولة الوطنية أصبحت أفكار مثل المساواة والحرية والمساواة أمام القانون واعتبار جميع الأفراد لهم نفس القيمة اعتبرت وأصبحت جزء من مسلمات كل البشر في هذا القرن، باستثناء أقليات صغيرة ومذعورة وباستثناء فئات هامشية مدمرة بلا أفق تعيش في الماضي. وبالتالي ذهاب هذا الشروط المادية يفسر هذا العنف وهذه الضراوة، إضافة طبعاً إلى الارتباط بالمشروع الإيراني، مشروع التوسع وتحويل الأقليات إلى مخالب طويلة وإلى أذرع طويلة لمشروع الإمبراطورية الفارسية المزعومة، والتي هي في الواقع مشروع قومي يتوسل الأقليات والجماعات الطائفية حتى الغير شيعية في الواقع ضمن خطة يعني تم العمل لها بدأب و البناء شروطها منذ وقت طويل، بينما كانت البلدان العربية في يد جماعات كل همها هي النهب وتوريث السلطة والاستيلاء على المؤسسات وعلى مفاصل القوى العسكرية والأمنية وتحويل البلدان إلى سجون كبيرة كما رأينا في أغلب الحالات العربية وكما ما زال نرى اليوم في كل مكان. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل قصير بعده مشاهدينا الكرام نستكمل النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من المساء اليمني، أجدد الترحيب بكم وبضيفي عبر سكايب دكتور معن دماج. دكتور معن، الأمم المتحدة الآن عندما ترعى مشاورات، عندما تحاول يعني الإشراف على عمليات سياسية بين يعني فرقاء سياسيين وبين كذلك أيضا أحيانا جماعات تطالب ببعض يعني المطالب الشعبية بشكل أو بآخر، هل تأخذ بالاعتبار الخلفيات الاجتماعية، الخلفيات الفكرية لهذه الجماعات ومن ضمنها الجماعات العنصرية الآن؟ طبعا الأمم المتحدة يعني من ناحية تحاول أن تطبع الأمور وتستعيد مستوى معين من الاستقرار، ومن ناحية أخرى هناك مشكل أساسي في التعامل مع المنطقة العربية ومع جزء من العالم الثالث مع العالم الإسلامي، هي نظرية الاستثناء، الانطلاق من مقولات استشراقية لا ترى في العالم العربي شعوبا طبيعية ولا ترى في هذه البلدان أوطانا وتعتقد أنها بلدان مفتعلة، ورغم أن الغرب ساهم في الواقع في رسم هذه الحدود الذي بعضها مفتعل فعلا ليس لها أي جذور حقيقية، لكن النظرة الاستشراقية تميل إلى التعامل بشكل استثنائي مع البلدان العربية ومع العالم الإسلامي، وهي من ناحية قد تعكس مشكلة معرفية وأبستمولوجية، لكنها من ناحية تخدم مشاريعها في إبقاء هذا العالم مفتتا متخلفا وإعادته إلى مكوناته الأولية. حتى المفاهيم التي تقارب فيها الأمم المتحدة المشاكل، نرى فكرة المكون وهو ليس له معنى، ما معنى المكونات الشعب اليمني؟ مكونات الشعب اليمني ينتمي إلى فئات اجتماعية وطبقات وإلى مناطق، وهو مثل كل شعوب الأرض. هناك المحاولة الزعم أن هناك مكونات ثابتة ودائمة وأنه ينبغي أن تكون مشاركة في السلطة خارج معايير العصر، خارج الانتخابات وخارج المساواة أمام القانون. هناك مزاعم معينة بعضها ديني بعضها سلالي بعضها عنصري، من ناحية القانون الدولي لا يرى لها مكانا، وثيقة حقوق الإنسان والوثائق الإنسانية والأدبية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا ترى فيها سوى هذرا عنصريا ورجعيا متخلفا. وهناك من ناحية مطالبة المجتمعات العربية والإسلامية بتطبيق أحدث المعايير فيما يخص
مسائل مثل النساء ومثل المثلية الجنسية ومثل حريات الأقليات الثقافية، لكن عندما نأتي لجوهر الموضوع النظام السياسي والاجتماعي يأتي المجتمع الدولي وكأنه يريد أن يقعد الفرز الطائفي والفرز المناطقي والفرز يعني العنصري والعرقي، بدل من أن ينطلق من المبادئ العامة للقانون الدولي ومن مستوى التطور البشرية، أنه البشر متساوون وعندهم حقوق متساوية، وأي نظام يفرض سلطته عليهم بالقوة مهما كانت الادعاءات الدينية أو عرقية لا محل له في القانون الدولي. الأمم المتحدة للأسف طبعا لا تمثل القانون الأخلاقي الإنساني، ولكنها تعبر عن مصالح القوى الكبرى. مهما بدا وكأن الغرب في لحظة انسحاب وكأن أمريكا تنسحب من المنطقة، في الواقع أمريكا تطبق استراتيجيات مختلفة وما زالت القوى المهيمنة في العالم، وهي تسعى لفرض أجندتها في تقسيم المنطقة العربية وفرزها جهويا وعشائريا وطائفيا، لمنعها من أن تمتلك شروط السيادة والحرية والدفاع والاستقلال. وحتى هذه الأدوات التي تبدو، هذا التدخل الهمجي والوحشي لروسيا، نعم هذه العدوانية الإيرانية المفرطة، ليست في الواقع إلا أدوات في مشروع برنامجه الكبير عند حكام العالم في الغرب الأمريكي والأوروبي، وتعطى مساحات ومناورات للقوى الصغيرة يتم إيهامها بأنها أصبحت كل شيء وأنها ندية، وهي لا تملك من أمرها شيئا سوى أنها تحول شعوب من المفروض أنها يعني بينها أخوة إنسانية وإسلامية طويلة وهي جيران، نعم وبينها دكتور. كل الشروط للتعايش واكتساب شروط التقدم معا، تحولها إلى أعداء، وتحول الصراعات المتخلفة للقرون الوسطى حدود نهائية بين الشعوب الإسلامية الكبرى وبين شعوب المنطقة، وتجر الخلافات حتى المستوى العشائري والطائفي، لتجعل المنطقة محكومة بكل شروط التخلف، لأن المنطقة العربية والعالم نعم الإسلامي دكتور. هي المنطقة التي تملك كل شروط التقدم إذا ما وضعت يدها على العصر، وإذا ما استطاعت أن توحد نفسها في مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياسية تمتلك كل شروطها في الواقع. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار مستشار وزير الإعلام سيد مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكرام وبالمشاهدين الكرام جميعا. أستاذ مختار، أنت كنت مطلع على مسار المشاورات السياسية والتفاوض مع ميليشيات الحوثي تباعا، سواء في جنيف سواء في الكويت أو غيرها من المواطن. هل لمست بما يعني اطلعت أن طبيعة التكوين الفكري للميليشيا سببت بشكل أو بآخر فشلا لهذه المشاورات؟ هذا بما لا شك فيه، أن تكوينة الميليشيات الانقلابية والفكرية والعقدية والإرث الذي جاءوا به من كهوف مران وقبل ذلك من كهوف التاريخ، ولهم إرث تاريخي كبير في هذا الجانب، خزعبلات كثيرة ومتعددة، منها الحق الإلهي، ومنها نظرية الاستفتاء، ومنها نظرية أيضا نظرية الإمامة ونظرية الحكم في البطنين، كل هذه طبعا تؤثر بشكل أو بآخر على مسار المشاورات. يعني كنا نصل إلى نقطة التقاء، نستطيع نقول أنها نقطة التقاء، وبعد ذلك يأتي في اليوم الآخر بعد أن يتم التواصل مع أطرافهم وبعد مع مستشاريهم ومع قياداتهم، ونأتي في اليوم الآخر ويتم نقض كل ما تم الاتفاق حوله وكل ما تم الحديث حوله، يتم نقضه باتصال أو برسالة عفوا من قياداتهم. بصحة. طيب أستاذ مختار، الآن يعني هو السؤال المحوري للحلقة اليوم، لماذا تفشل المشاورات السياسية مع الجماعات العنصرية من وجهة نظرك؟ لماذا؟ لأن لديها أجندة الميليشيات أو الجماعات التي تمتلك أيديولوجيا، تكون لديها الخلفية التاريخية والخلفية الأيديولوجية هي التي تمنعها من الانخراط في عمل سياسي وفي عمل حواري جاد. يعني كنا في الكويت قد ناقشنا كثير من القضايا في الشق الأمني وكذلك في الشق السياسي، لكن انصدمنا أنهم لا يريدون الحديث عن الأسلحة، لا يريدون الحديث عن أيضا عن موضوع انسحابهم من المناطق والمحافظات، يريدون فقط الحكم وكيف سيشاركون في الحكم وفي الحكومة القادمة بأي صورة كانت وبأي ثمن، لا يهمهم الوطن، لا يهمهم الوضع الاقتصادي، لا يهمهم الوضع السياسي، إنما يريدون فقط
كم سيكون حصتهم في الحكومة القادمة وفي الوضع السياسي القادم. طيب برأيك هل ميليشيات الحوثي باعتبارها كيانات عنصرية تخشى السلام، يعني تحاول أن تدفع بالعنف بشكل أو بآخر حتى عندما تفاوض لعملية سياسية توقف هذه الحرب؟ عفوا، بالنسبة للميليشيات الحوثية طبعا هي تخشى السلام، لأنها جاءت جماعة جاءت على ظهر الدبابة وجاءت على ظهر التمرد. تصور أن هذه الجماعة عمرها ما يقارب الحقيقي، وهو عمر الجماعة الحوثية منذ تقريبا 2004 بدأت التمرد. خاضت أكثر من 25 حرب، 6 حروب فقط مع الدولة، وحروب مع القبائل، حروب مع حربين مع دماج. بالتالي هذه الجماعة جاءت وهي تحمل السلاح، كيف لنا أن نتخلص منها بالحوار؟ هذه جماعة تحمل أيديولوجية وسياسة العنف والوصول للحكم عن طريق السلاح والقوة. بالتالي لا نستطيع أن نتحدث معها بغير لغة القوة، بغير لغة السلاح. هذه جماعة حينما دخلت عمران دخلت وهي تحمل السلاح، دخلت صنعاء وهي تحمل السلاح، إلى جانب الخيانات والمؤامرات الداخلية والخارجية. بالتالي لا أعتقد أننا سنصل معهم في حال من الأحوال وفي وقت من الأوقات إلى سلام أو إلى حوار يفضي إلى تركهم السلاح. طيب، والقوة وهذه النزاعة. يعني وفقا لهذا الكلام، ما هو مستقبل الحلول السياسية المستدامة من وجهة نظرك أمام جماعة أو تحالف الانقلاب، جماعة الحوثي كذلك بشكل عام؟ أنا أعتقد أنه في الضغط عليهم، لا بد أولا من الضغط عليهم سياسيا وعسكريا. بدون الضغط عليهم عسكريا ونزع وتقليم أظافرها وتقليم مخالبها لا يمكن أن نصل معها إلى اتفاق. إذا تم إسقاط وتحرير الحديدة وهو المنفذ الأخير لهم، أعتقد أنهم سوف يجنحون للسلم مرغمين وليس برضاهم، لأن هذه الجماعة إذا طالما أنها تمتلك المال وتمتلك السلاح سوف تقاتل. في الكويت قالوا لنا بالحرف الواحد، لو تم الضغط علينا في الحرب لحاربناكم حتى في كيلومتر، يعني لو حاصرناهم في كيلومتر سيظلون يحاربونا. قالوا سوف ننسحب إلى صعدة ونحاربكم حتى على كيلومتر واحد. هذا هو منطقهم في الحوار، لن نسلم لكم الدولة، لن نسلم لكم السلاح، لن ننسحب، نحن جزء أصيل من أبناء الشعب. طبعا هم يتحدثون هكذا ويقولون أن لنا الحق في الحكم ولنا الحكم في المشاركة ونحن مظلومون. طبعا هم يرتدون لباس المظلومية، وهو إرث شيعي قديم، يرتدون المظلومية، ودائما من يرتدي المظلومية ينجح في فترة من الفترات، لأنه يتحدث عن الظلم وعن الإقصاء وعدم الاشتراك في الحكم وعدم اشتراكنا في الحكومة، وتحولوا الآن إلى ظالمين وتحولوا إلى متجبرين على الشعب اليمني. والآن قياداتهم أصبحت الآن تضخمت أموالها بشكل كبير جدا، وأصبحوا الآن يمتلكون أرصدة كبيرة جدا. نعم. وأصبحوا يعني تجار في السوق السوداء، والشعب اليمني يعرف ذلك جيدا. إذن أشكرك أستاذ مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الدكتور معن دماج، معنا عبر السكايب من تونس. دكتور معن، وفقا لما تحدث له الأستاذ مختار، وهو قدم لنا ربما رؤية من داخل يعني كواليس المشاورات السياسية، هل سيسهم تفحص الأفكار، التوجهات الذهنية للجماعات والكيانات العنصرية عند دخول لمشاورات تهدف إلى حلول سياسية مستدامة، هل سيسهم في تفعيل نجاعة هذه المشاورات؟ بالتأكيد معرفة الأيديولوجية الأساسية والأفكار السياسية والأيديولوجية السياسية للجماعات والأحزاب والتيارات يساهم في التعامل معها، ويسمح بمعرفة الحقيقة حول مشاريعها السياسية. جزء كبير من ضلال النخب اليمنية أنها تحكم على الأحزاب وعلى الشخصيات وعلى الكيانات بأقوالها، حتى أحيانا بأفعالها رغم أنها الأفعال تكتيكية، دون أن تدرس البنية الاجتماعية، طبيعة وجودها في البنيان الاجتماعي وطبيعة أيديولوجيتها العليا التي تشكل أفكارها الرئيسية والتي تعبر عن مصالحها وعن تصورها للعالم، موقفها من القضايا الكبرى، من حقوق المرأة، من الحقوق الاجتماعية، من حكم الشعب، من الحقوق العمالية.
ويتم اختزال كل ذلك بحديث شكلي حول التسامح وحول المشاركة، ثم في أدنى تغير لميزان القوى أو في أول تغير لهذا الميزان نرى المشاريع الحقيقية، وهي ليست مجهولة في الواقع. من يعرف بنية الحركة الحوثية، من يعرف بنية الإمامة والأسر الإمامية التي حكمت والتي كانت تمتلك الأراضي وتحتكر الوظيفة العامة وتدعي الولاية، من يعرف طبيعة نظام علي عبد الله صالح والعصابة العسكرية التي هيمنت على مقدرات الشعب والتي حولت الاقتصاد اليمني إلى مزرعة وإلى شركة خاصة مع بضع أسر تجارية كلها مرتبطة بهذا القدر أو ذاك بعلي عبد الله صالح، يعرف طبيعة هذه القوى وطبيعة مصالحها وطبيعة أدواته، ويعرف أنها لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن منطقة الهيمنة. جزء كبير من مشكلة الحركة الحوثية ومشكلة الشعب اليمني مع هذه الحركة أنها بطبيعتها الاجتماعية وبطبيعة سلوكها العدواني والعنيف لم تعد تستطيع أن تدخل في أي عملية سلمية. إن سلام في مجتمع مثل المجتمع اليمني في إرث الدم وحجم الثارات وحجم العداء والإهانة والجرائم التي ارتكبت نحو أسر وعائلات وقبائل ومواطنين وجهات يجعل إمكانية أن تكون الحركة جزء مثل بقية الأجزاء في المجتمع أمرا مستحيلا. هم يعرفون المجتمع اليمني جيدا، وبالتالي كل تسوية يدخلونها يريدون أن يكونوا لهم الهيمنة بالذات على جهاز الأمن وعلى الجهاز العسكري. من دون هذه الهيمنة الأمنية والعسكرية يعرفون أنهم سوف يكونون محل انتقام. هذا أمر حتى لو لم يكن الإنسان يحبه لكنه جزء من طبيعة الأمور، وبالتالي هي لا يمكن أن تدخل في أي تسوية سياسية لا تضمن لها الهيمنة على جهاز القمع والعسكر على الأقل في المنطقة الشمالية القبلية، لأنه بعكس الفرز الذي يريد البعض أن يصور الصراع طائفي وجهوي، هناك شعارات طائفية وهناك شعارات جهوية وهناك قوة طائفية وجهوية، لكن الصراع في عمقه اجتماعي، وخصوم هذه الحركة في المنطقة الشمالية وفي المنطقة القبلية لا يقلون أبدا عن خصومها في بقية المناطق، والمتضررين في كل المستويات بما فيها الاستخدام للأبناء الشعب الفقراء. طيب دكتور، للمساكين استغلال حاجتهم وخوفهم من أبناء القبائل وتحويلهم إلى طعم الحرب وتحويلهم إلى أدوات في المحرقة. طيب دكتور، التي أدخلت فيها اليوم ماذا عن علي عبد الله صالح؟ أنت تطرقت لعلي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح أيضا ينظر الكثيرون إلى أنه يستند إلى سردية عنصرية، لكن هذه المرة على أساس عائلي. هل يمثل ذات الإشكالية هو والفريق الذي يأتي أو يعني يشجعه أو يستقوي به؟ هل يمثل ذات الإشكالية التي تمثلها فكرة البنية التي يعني تبنى عليها جماعة الحوثي؟ طبعا هناك فرق كبير، لكن مسألة الادعاءات بأحقية السلطة ليست مسألة قاصرة فقط على البعد السلالي لبعض الأسر الهاشمية التي كانت في السلطة. هناك إشكال آخر موجود تاريخي ويتعلق، وهذا أحد إشكالية التاريخ السياسي اليمني الحقيقية، يتعلق بتركز السلطة في المنطقة الشمالية القبلية. في ثورة 26 سبتمبر وبعد سنوات قليلة بدأت مع حركة 5 نوفمبر تم استبدال مركز الهيمنة في المنطقة الشمالية القبلية وانتقاله من الزعامة الروحية لهذه المنطقة الممثلة في بعض الأسر الهاشمية إلى انتقال للزعامة القبلية، وبالتالي بقى النظام وكأنه نفس يحمل نفس شروط وأدوات الهيمنة لكن من دون إمام، يعني بقت الإمامة من دون إمام، وتحولوا بعض القادة العسكريين الذين ينتمون إلى قبائل معينة. طبعا أبناء هذه القبائل ليسوا معنيين بالسلطة وكانوا ربما أكثر تضررا. أنا أعرف سنحان جيدا وأعرف أن إنسانها البسيط في سنحان وفي حاشد متضرر مثله مثل بقية اليمنيين، وهناك مظاهر بؤس في هذه المناطق أكثر ربما حتى من المناطق الوسطى والجنوبية، ولا يساويها في التهميش ربما سوى تهامة التي كانت أكثر مناطق الظلم الاجتماعي. وأعرف مناضلين من أبناء هذه المناطق ضد الإمامة وضد علي عبد الله صالح وضد النظام الرجعي. علي عبد الله صالح في من ناحية يستند لهذا الإرث، إرث الادعاء بأحقية المنطقة القبلية الشمالية في السلطة، وقالها علنا
هناك نعم لقاء دكتور. لعلي عبد الله صالح مع قبائل طوق صنعاء في حرب 94، قال محذرا لهم أن إذا سقطت في هذه الحرب مع الحزب الاشتراكي اليمني سأكون آخر حاكم زيدي يحكم اليمن. طيب هو ماذا عن الناحية يستخدم هذه الثانية؟ النعرة، لا يعني أن المسألة كذلك. ومن ناحية أخرى سعى لتأسيس سلالة حاكمة، دكتور مع ذلك نعم التركيز حول الجيش. تفضل. نعم دكتور سميحك عذرا، وصلنا إلى يعني ختام هذه الحلقة، لم يعد هناك المزيد من الوقت. أشكرك على كل حال مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج على وجودك معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا، كما هو الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات ولبقية الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء منصور النقاش ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.